للخطاة فقط. وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة. لا سلام، قال الرب للأشرار. مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تزخر لنفسك غضبا في يوم الغضب، واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله. فهل تعلم من هو باب الخلاص؟ هل تعرفت على المخلص والفادي ربنا يسوع المسيح؟